السلام عليكم احبتي مشاهدي قناة السفاح الرياضية، احييكم من ارضية ملعب النجوم الرياضي في افتتاح بطولة النصر الشبابية التي نظمها الكابتن علي سعيد، حيث يلتقي فريق الصقور يواجه فريق الاسود. قناة السفاح الرياضية تتواجد لتغطية. نعم احبتي المشاهدين والمتابعين، الان نبدا باول لقاءاتنا مع منظم بطولة النصر الكابتن علي سعيد. اكيد اليوم افتتاح شبابي بين فريق الاسود يواجه فريق الصقور بقيادة الكابتن علي الدنماركي. كلمة لكافة الفرق التي اشتركت بهذه البطولة. ملعب النجوم دار السنيورات البطولة 16 فريق، اليوم الافتتاح مالتها يجمع بين الصقور الدنماركي بقيادة علي الدنماركي والاسود بقيادة احمد كاسياس ممثل النهروان بين ممثل مجلس الثقافة. تكلمنا عن الفرق التي اشتركت، عدد الفرق وايضا المناطق. إذا الله سهل الأولاد البطولة هي نظام تسقيط الفردي تكون من 16 فريق، المناطق خلينا نحكي باللجان، أغلب الفرق اللي مشاركة تقريبا من لجنة الخنساء تقريبا 3 فرق، من لجنة التقاطع فريقين أو إلى 4، من لجنة القرية 10 تقريبا فريقين أو 3، من لجنة النهروان همات، من لجنة 9 نيسان همات أكو 3 فرق أو 4، يعني البطولة جامعة من جميع اللجان المجاورة. Go!
ضروري المدى Thank you.